السلام عليكم يا احلى متابعين في الدنيا، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده هنعمل كوسترات رمضان زي ما انتم شايفين، بفكرة وحاجة سهلة بسيطة جدا. يلا بينا نشوف نعملها ازاي وهنستخدم ايه. اول حاجة هنستخدمها معانا النهارده هي 3 كراتين، هنعملهم مدورين، وقماش الخيامية هنختار الرسمة المدورة منه ديت وهنلزقها على الكرتونة، وهنحتاج حبات البونبون ديت للتزيين. هنشوف نعملها ازاي، يلا بينا نتابع الفيديو وما تنسوش اللايك والشير يا جماعة. شايفين فكرة سهلة وبسيطة ومش محتاجة مننا أي مجهود. ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب لو لسه أول مرة بتتابعوني. مع السلامة.